فاش كتمشي مع ماماك للعرس؟ النوع الاول. تبارك الله صلعن بها بنتي العنسان جاو كيحمقوا. اها ماما جاو كيحمقوا بيحجبهم من العين. ماما بغيت غير نسولك، ما عرفتش ديك المغالي لهيه من قبيله ملي جلسنا وهي جالسه كتشوف فيا، فين هي بنتي؟ فين بلاصه جالسه؟ هذيك ماما ها قدامنا اللي في الطابله الاولى اللي لابسه تكشيطه في البيض. صافي يا بنتي راه بانت ليا. السلام عليكم الحاجه، بغيت غير نسولك علاش من قبيله وانت حاضيه بنتي ملي دخلات؟ واش تشابهات لك مع شي بنت كتعرفيها؟ لا بنيتي غير عجباتني ومن قبيله وهي جالسه ومثبته ومحصنه وكتضحك بالقياس، دخلات ليا لخاطري وبغيت عنخطبها لولدي مهندس. هادشي اللي كاين. هكاك مرحبا الحاجه على راس العين، ولكن اسمحي ليا ما قدرتش نرجعها لك في وجهك، ولكن يا بنتي ما معمراش راسها كاع بالزواج، راه باغا تكمل قرايتها. تبارك الله تبارك الله صلى عندي. ايوا صافي بنيتي الله يعاونها، وسمحي ليا بنتي ما ديرهاش مني قلت الصوار. ماشي مشكله الحاجه الله يودي، انت اللي سمحي لينا ومرحبا بك في اي وقت بغيتي تجي تزورينا اجي مرحبا. دارك الحاجه ربي يخليك بنيتي، وتانتي الوقت اللي جيتي انت وبنتك مرحبا بكم، الدار داركم، راكم غادي تزوروا الدار الكبيره. مالها ماما شنو قالت لك؟ والو بنتي غير عجبتيها وقالت لي بغات تخطبك لولدها مهندس. وانت شنو قلتي ليها ماما؟ قلت لها بنتي داكشي اللي كتقولي ليا ديما، قلت لها بنتي ماما معمراش راسها كاع بالزواج وباغا تكمل قرايتها. صافي هادشي اللي كاين. شكرا انا ماما بزاف حيت ما بزستيش عليا شي حاجه ما باغاهاش، اصلا داكشي اللي كنت غادا نقول ليها انا، الزواج عندي هو اخر حاجه، بغيت نكمل قرايتي كامله. هكاك نبغيك بنتي، ايوا بون شونس ان شاء الله غتوصلي فيما بغيتي. النوع الثاني. تبارك الله عليكم جيتو كتحمقوا، السعديه جلسي في هذيك الطابله اللي تما، خلي ديك الطابله اللي تما وجلسي في هذيك اللي تما، شتيها تما. ووو هذيك هذيك ويلي وانتي تبتي شنو صحاب امك راسك تيان راكي في العنس سكتي من الغوات. وهانا ماما تنديرو مع لومبيونس، هما من الصباح هما ساكتين ولا بدين هما دايرين كي الزومبي، وتقول داخلهم الموت السلامة يا ربي، ومن الصباح هما شي كيشوف شي وينوض يتحركو شي شوية. هذا ماشي اسد ولا كنازة، واش انتي سوقك تمشي الله يعطي لامك العذاب. شوفي لالياتك تبارك الله عصغرات وتزوجوا وانت لامك شربتي وباقا حات لحدايا، وما تنتمنيش حتى جيت معاك العرس ديما جابت لي هذا الموضوع، حتى انا ان شاء الله ربي ملي غادي يسهل عليا غادي نتزوج وغادي ندير العرس. دابا باقي الحال او بغيتيني نحط راسي في افيطون ونقول لهم اجيو تزوجوا بيا صحه وكون عادتي احسن لك، هذاك الشيء اللي بقى لك اصلا، انت ما غادي تزوجيش العام اللي ما عنده خو. شوفي لالياتك تبارك الله صلى على النبي، كل ما زوج كيجيو يخطبهم في حالك لامك اللي جاي يضحك عليك تبطلي في الهضره الخاويه وتا حاجه ما كتجي. يا لطيف ما عرفتش من دعوه تابعك، ودابا صافي سكتي الناس كيشوفوا فينا، ولا غادي نمشي بحالي غادي تجلسي لمك ولا قدامي عا طبسيل غادي نفرشخو لمك على راسك. اوف وصافي صافي هاني كاس تاعي سكتي. هذيك المقمله فاطمه معاها ماما شنو؟ نوضي شطحي. وا ماما شحال من مره كنقول لك انا ما كنشطحش في العراسات انا كنحشم. ويلي ويلي واش عارف لمك شكون هذيك اللي قدامنا؟ شكون هذه؟ فاتحة راه ولدها الطبيبة عاد تخرج السيمانة اللي فاتت، نوضي بنتي شطحي قدامها على وعسى تشوفك وتخطبك لولدها. نعم ولدها طبيب؟ مزيانة، أصلا ديك القراية طلعت لي في راسي هاد العام ما مطفراش ما مطفراش. نوضي خلاص ما حدا كتشوف نوضي. واخا أنا نايض. عجباتك ماما هاد الشطحة عجباتك ياك؟ هكاك بنتي هكاك زيدي زيدي تحلكي مزيان ما تحبسيش. فاتحة اختي هذه بنتي الصغيره راه باقا ما مخطوبه. ولي 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 عاف شويه ديك المقمله ما تبهدليناش ما تبهدليناش شطحي بالعقل بالعقل. لا لا هذه ماشي بنتي ما تنعرفهاش، بنت من هذه بنت من مسكينه شدوها الهوايج. عطوني ساكي مشي بحالي عطوني ساكي. ها هو انا سبقت لمك الدار حتى تجي الهضره ماشي دابا. ويلي ويلي ويلي